أوضحت السنة أن هذه الأمة ستلحق بالكفار وستعبد معهم ما يعبد من دون الله، إلا أن الله عز وجل سينجي طائفة من المسلمين من هذا الضلال. فعند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة مضلين يعني لهم شأن وكلمة في المجتمع لكن كلامهم ضلال. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع. وبالفعل إذا وضع السيف والقتل في الأمة يستحيل أن يرفع إلا أن يشاء رب العالمين. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان. وإنه ليكونن في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.